نتحدث الآن عن تغير في إدخال هذه المساعدات، حيث في هذه المرة وفي هذا اليوم، في اليوم الثالث من التهدئة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بواسطة مصرية وقطرية، ستتكفل مصر بنقل هذه المساعدات القادمة من معبر رفح بواسطة الشاحنات التابعة للهلال الأحمر المصري لنقلها إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها نقل هذه المساعدات من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، وبالتحديد تحديدا المناطق الشمالية منها التي يتوغل فيها قوات الاحتلال منذ تقريبا قرابة الشهر. ستقوم مصر بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى المواطنين الذين ينتظرون هذه المساعدات إلى داخل مدينة غزة وإلى المناطق الشمالية. نحن خلال الدقائق القليلة القادمة سنكون مع موعد مع دخول هذه القافلة المصرية الكبيرة المحملة بكل مستلزمات النازحين والمواطنين والجرحى والمصابين في المناطق الشمالية من قطاع غزة. ستمر من هنا حيث نحن نقف على البوابة الخارجية من معبر رفح وتسير على طريق صلاح الدين باتجاه منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة. هذا الأمر المصري وهذا التغير المصري يهدف إلى ضمان استمرار التهدئة الإنسانية وأن يبقى الهدوء يعم في قطاع غزة. وسلاسة عمل هذه الصفقة من خلال إدخال هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة وعدم تكرار ما حصل بالأمس من تأخير وعرقلة إسرائيلية لوصول هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة، والذي قوبل بموقف من حركة حماس بتأخير تسليم المحتجزين الإسرائيليين، مما أصاب المنطقة بالتوتر. وقد كانت التهدئة على شفا أن تنهار إلى أن تدخلت مصر في الليلة الماضية، وهي اليوم تحاول أن تتدارك الموقف من خلال سعيها بإدخال هذه المساعدات، بما في ذلك يحمل من مخاطرة كبيرة على الشاحنات المصرية والسائقين المصريين والطواقم المصرية التي ستتحرك من داخل معبر رفح للمرة الأولى باتجاه شمال قطاع غزة. نحن الآن في حالة من الترقب، حيث قدمت سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني لمرافقة الشاحنات المصرية حتى وصولها إلى الذين ينتظرونها في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، حيث ينتظر هناك عشرات آلاف المواطنين وصول هذه المساعدات المصرية. طيب، ونحن الآن أيضا على بعد يعني ساعات قليلة تفرقنا عن إتمام ثالث دفعة من التبادل، يعني كيف تصف لنا الأجواء هناك بالمعبر؟ نعم، نحن على الأقل على الموعد بخصوص موعد تسليم المحتجزين هو على الساعة الرابعة، كما تم الاتفاق في اتفاق التهدئة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وبوساطة مصرية وقطرية. وبالتالي نحن على بعد أقل من ساعة من هذا الموعد المتفق عليه في حال لم يكن هناك تأخير لتسليم المحتجزين كما جرى في الأيام الماضية. لكن في ظل أن المصريين سيقومون بنقل هذه المساعدات بشكل مباشر وبشكل جدي إلى شمال قطاع غزة، قد تكون في هذا اليوم سيكون هذا الموعد هو الأدق للتنفيذ بتسليم المحتجزين عبر هذه البوابة من معبر رفح. حالة من الترقب والاستنفار الأمني في محيط البوابة الخارجية للمعبر التي سيمر منها سيارات الصليب الأحمر كما حصل في اليومين الماضيين، كما تابعنا في الليلة الماضية والتي قبلها في تسليم المحتجزين الإسرائيليين، حيث اليوم أيضا هناك دفعة ثالثة من هؤلاء المحتجزين سيمرون عبر هذه البوابة التي نحن أمامها وسيدخلون إلى الجانب المصري من معبر رفح. تبقى حالة الترقب سائدة أيضا في ظل تحليق طائرات إسرائيلية طائرات استطلاع إسرائيلية في محيط المعبر وفي منطقة الحدود الفاصلة تبعد عنا عدة كيلومترات إلى الشرق من معبر رفح. وبالتالي نحن في انتظار ما تحمله الساعات المقبلة لتنفيذ الصفقة في مرحلتها الثالثة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا لك محمود فودة مراسلنا، كنت معنا من معبر رفح بالجانب الفلسطيني.